مشاهدين الكرام متابعينا أيها الإخوة الرياضيين، نعم أنتم أيها الإخوة المتابعين لقناة خالد بازيدان. إذا قبل لقاء مباراة الديربي وقبل انطلاق اللقاء بلحظات قليلة ودقائق معدودة وثواني تفصلنا عن قمة ومتعة كروية مرتقبة ومنتظرة. نعم هذه المباراة وصفت بعدة أوصاف، منهم من وصفها وقال بأنها النهائي المبكر، والبعض قال بأنه ديربي شباب الحارة الواحدة، والبعض قال بأنه ديربي الهنداوية ذو الطعم الخاص منذ القدم. معي في هذه اللحظات الأستاذ ممدوح حوساوي إداري فريق شباب المدي. نرحب فيك أستاذي عبر قناة خالد بازيدان، سعداء كل السعادة بتواجدك معنا، نقول لك مساء الخير برونا وبروان عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على الاستضافة وإن شاء الله بإذن الله التوفيق للجميع. أبو روان، اليوم شباب المدي يلعب المباراة أمام النسور، مباراة خاصة، ديربي خاص، ديربي ذو نكهة خاصة، الكثيرين أرشحوا فريق المدي على الورق، هل أنت تؤيد من يرشح المدي قبل انطلاقة المباراة؟ أولا بداية استعداد الفريق، استعداد مثل أي مباراة، هذا أولا. ثانيا حكاية ديربي هذه هو التحدي بين الشباب، لكن في الملعب أتمنى من شبابي أنه إن شاء الله بإذن الله يقول كلمتهم ونتخطى النسور على الرغم أنه على أرضهم. يعني تخطيتم النسور في آخر مواجهة جمعتكم العام الماضي في بطولة المفاجآت، أعتقد إن لم تخني الذاكرة، في دوري الثمانية بنتيجة 1-0. اليوم في حال تخطي النسور ستقابلون أكاديمية نور، ماذا تقول للاعبي فريق شباب المدي إن تحقق المبتغى وفاز الفريق اليوم؟ أول شيء لكل حادث حدث إن شاء الله، وأهم شيء الشباب يفوز اليوم بإذن الله، بعد كذا إن شاء الله بإذن الله نور له حسابات ثانية إن شاء الله. أنتم كإدارة كيف عديتم اللاعبين لهذه المواجهة المرتقبة؟ ما في شك البطولة هذه معدلة عدة، خاصة أن حاملين اللقب لمرتين، وإن شاء الله بإذن الله الثالثة ثابتة بإذن الله إن شاء الله. توقعاتك أستاذ ممدوح لشوط المباراة الأول؟ أتوقع 0-0. والمباراة بشكل عام؟ أتمنى شباب المدي إن شاء الله. إذن الأستاذ ممدوح حوساوي إداري فريق شباب المدي، كل التوفيق إن شاء الله لك ولفريقك. شكرا لكم. الله سلام.